المهام شهدته مدينة حلب على مستوى إعادة نبض الحياة إليها بعد تطهيرها من رجس الإرهاب، وذلك بعودة الشريان الثقافي والفكري والإبداعي إلى الحضور المؤثر والفاعل في مجمل حياة ومكونات المدينة التي صمدت في وجه الإرهاب. عودة الصحف والمجلات ومختلف المطبوعات إلى مدينة حلب جاءت بعد انقطاع دام أكثر من 5 سنوات جراء الإرهاب على المدينة وأهلها. أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي فاضل نجار بيّن أن عودة الحياة الفكرية والثقافية والإعلامية للمدينة يشكل تحدياً جديداً لإعادة بناء الإنسان. نحن اليوم عم نشهد عودة تدفق شريان الحياة الثقافية إلى مدينة حلب. الجميع يعرف أنه بفعل الإرهاب والإرهابيين انقطعت الصحف والمجلات منذ 5 سنوات بالتدفق إلى مدينة حلب، لكن بفضل بواسل قواتنا المسلحة ودحر الإرهاب والإرهابيين ها هي تعود مرة ثانية لكي يعود ألق مدينة حلب إلى سابق عهدها وتعود عاصمة فعلا للثقافة الإسلامية كما كانت في عام 2006. بعد انقطاع 6 سنوات عن محافظة حلب وسائل الإعلام وخاصة الصحف والمجلات تصل اليوم وبجهود حثيثة من السيد محافظ حلب والسيد وزير الإعلام تصل أول قافلة من الصحف والمجلات وستستمر بشكل يومي وكما كانت سابقا. بعد 5 سنوات تعود الصحف والمجلات إلى مدينة حلب كرافد أساسي من روافد الثقافة الإنسانية، وهذا يعني يشكل تراثا غنيا في مدينة حلب كونها هي مدينة الأدب والثقافة والطرب، وبالتالي يعني عودة هذه الصحف يعزز النمط الثقافي هذه المدينة ويعزز ريادتها في مجال الثقافة والأدب. تأكيد عودة الصحف إلى مدينة حلب هي رسالة كبيرة بأن حلب التي صمدت خلال 5 سنوات اليوم تنتصر على الإرهاب وتتعافى، وللإعلام دور كبير في تحسين الواقع الخدمي لما له من دور رقابي على المجتمع. رجال الثقافة والفكر والأدب عبروا عن سعادتهم للمبادرة التي ستساهم في تفعيل الحياة الثقافية للمدينة. الصحف والمطبوعات اليوم إن شاء الله أول رحلة بعد شوي راح تكون موجودة بحلب، راح يكون لها تأثير كتير كتير كبير على الرأي العام المحلي خاصة في حلب. الحمد لله، مبروك علينا جميع بإعادة الصحف لمدينة حلب كما كانت عاصمة الثقافة الإسلامية، كانت وما زالت وستعود. وصول أول ناقلة تحمل مختلف الصحف والدوريات التي تصدر في سوريا ستمنح الفرص أمام شريحة كبيرة من المجتمع للتواصل اليومي مع مجمل الأحداث والتداعيات التي تشهدها حلب والمنطقة، ما سيؤكد عودة المنتديات الفكرية والإعلامية لحلب إلى سابق حضورها وتألقها.